بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محاضرتنا النهاردة من السلسلة هتبقى على الـ Decay Rust Effect. على فكرة هو مشابه إلى حد كبير قوي من التيتوريال اللي فات، لكن في شوية حاجات زيادة شوية، وفي بقى نقطة أنا عايز أقولها. يعني ده كده صورة، ودي التانية، ودي التالتة، في بس شوية حاجات عايز اقولها. يمكن هي حاجة واحدة مش شوية حاجات، بس مهمة اوي. التيوتوريالز في موقع فيديو كوبايلوت ما تتحفظ، حرفيا ما تتحفظ. يعني هي بدأت تروح في، مش بدأت، هي من مدة طويلة بدأت تروح في اتجاه اللي هو مش هتعرف تحفظها. يعني هتحاول تحفظ مش هتعرف تحفظ، لازم هتفهم، ولازم بمعنى كلمة لازم، وإلا هتيجي تعمله مرة صدقني لو عملته الصبح وجيت تعمله بالليل مش هتعرف. ده لو أنت فاهمه كده بالشبه، اللي هو أنت مشيت معاه وخلاص، أنت متخيل إنك أنت كده فهمت. لأ، الموضوع فعلا محتاج فهم، محتاج إنك تطبقه مرة واتنين وتلاتة وتعرف الكونسبت ورا الإفكت اللي هو عمله إيه، لأن حقيقي هو بيشتغل كتير جدا بيهايند ذا سين. يعني هو بيبوظ وبيشتغل وبعدين يرجع يكمل التيتوريال تاني، فصدقوني في حاجات كتير بتقع. حتى لو هو كان بيقول كل حاجه، فاهم، صدقني التكنيك ما يتحفظ. يعني فعلا زي ما احنا هنشوف، ان كان في التيتوريال اللي فات بتاع الفانتازي تايتلز او في اللي قبله بتاع الادفانسد الكتريستي الكتريك اف اكس، فعلا الموضوع محتاج فهم. فحاول انك انت تفهم، ما تحاولش انك انت تحفظ، لان لو حفظته، ده ان حفظته، ان عرفت تحفظه مش هتعرف تستفيد بيه. كبيرك هتغير التكست وتديه وتشتغل على كده، او توظفه شغلك على كده، لكن تعدل، تغير، تكستمايز، تحور الشيب، تغير التكنيك، تستفيد بالتكنيك في حاجه تانية مش هتعرف. فمعلش لو كانت متعبه شويه، لكن عيد المحاضره مره واتنين وتلاتة، واشتغلها مرة واتنين وتلاتة، وبعد ده زي ما بيتقال بالظبط. بعد كده ابدأ غير، ابدأ كاستم، ابدأ حور، ابدأ اعمل كل حاجة. فيعني دي بس كانت ملحوظة كده، او تقدروا تقولوا عليها نصيحة، واتمنى تاخدوا بيها، لان فعلا تكنيكات جميلة جدا، وفعلا ما ينفعش تحفظ، لازم تتفهم. نروح ليه الافتر افكتس، ومبدئيا هنروح لكومبوزيشن ونيو كومبوزيشن، وهنسمي دي ديكاي 1920 في 1080 ماشي، او خلينا نشتغل على اتش بما اننا نشتغل على التوتوريال، فهنشتغل على ال 720 بي وهنعمل اوكي. بعد كده نروح ناخد التايتل، طبعا ممكن يبقى تايتل، ممكن يبقى ملف الاستريتور، ممكن تبقى صوره، ولانه الصوره دي زي ما قلت فيها تريك صغيره كده هبقولها بعدين. وخلونا نكتب، وبالمناسبة نوع الفونت مهم، تنقي فونت يكون عريض يسمح ان يكون فيه سيرفس تعرف تشتغل عليه. لو نقيت فونت رفيع هيطلع الشكل بايخ قوي. يعني تنقي حاجة يكون فيها سيرفس تعرف تشتغل عليه. تمام، خلونا نكتب كلمة مثلا ولتكن زي كراك. تمام، ونصغر دي شويه كده، ومش شرط يعني انها تكون في السنتر بالظبط، يعني اظبطها انت بايدك. الاولانيه كالعاده هنعمل كنترول شيفت سي، وهنسمي دي تايتل، او خلي اسمها كراك تايب الفا. ليه انا سميتها الفا؟ لان دي انا مش هحتاج منها اي حاجه غير الالفا تشانل بس، دي هفرغ بيها. يعني دي لما دي هشتغلها مع افكت السيت مات فقط لا غير، هي دي وظيفتها، ان هي تقط الكلمه من الالفا. ادي وظيفه اللير دي، كنترول دي دوبليكيت، وكنترول شيفت سي دي بقى اللي عليها الشغل كله. دي هتبقى كراك تايب بيفل زي المره اللي فاتت. تمام، فدي انا مش محتاجها، وعلى فكره دي كمان انا مش محتاجها. تمام، نيجي بعد كده على الانفايرمنت، هي دي المهمه، انت عايز شكل الحاجه يكون ايه.
هل انت عايزها كلين ميتال يبقى زي المره اللي فاتت، هل انت عايزها جرانج؟ احنا في الحاله دي عايزينها جرانج دبل كليك. و افتكر في اف فري في في سي في دي كي في هنا هو كان منزل الكام صوره دول، هناخدهم كلهم تمام، وهناخد منها الروك جرانج هي دي بتاعتنا، وهنحط الروك جرانج دي كده كنترول الت اف عشان نعمل فيت تو باك جراوند تو كومب كنترول شيفت سي، وهنسمي دي مين ديكاي انفايرومنت او تايتل اوقع، واقوم قايل له اوكي هي دي اللي هيبقى عليها الشغل. مبدئيا انا عايز اعمل، انا عايز اخليها دارك شويه عن كده، فهروح ل كيرفز افكت تمام، وهنزلها قوي، مش عايز هوت سبوتس لونها ابيض تمام، وممكن ارفع شويه، لا هرفع الشادو شويه وهاخد شويه كده تمام. حلو جميل، ده كده بالنسبه للكيرفز. حتى احنا ممكن نكتب هنا داركن بشي عشان نبقى عارفين كل ايه لايه. بعد كده كالعاده هنروح لسي سي جلاس وهنروح للسيرفس، وكالعاده هناخد البيفل. بس قبل ما ناخد البيفل تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في البيفل دي. هنيجي هنا كالعاده رايت كليك لير ستايل انر جلو، نروح للانر جلو هيبقى نورمال اسود، اوباسيتي 100%، سوفتر هيبقى برسايز، والسايز هيبقى حاجة كده مثلا ظريفة، في هنا ايدج جوه اهيت، والدنيا كده زي الفل. كده بالنسبة لكراك كده الدنيا تمام. يمكن ممكن نسكلها شوية بحيث تبقى مالية السين تمام، فتبقى بالمنظر ده. كده بالنسبة للي دي، المرة دي أنا مش عايز أخلص من الألفا تشانل ده، أنا عايز الألفا تشانل خلاص. بس الأول عشان ما يبقاش فيه عندي أي إيدجز مش كويسة خلاص، فهروح لكنترول ألت واي و ودي هضغط انتر وهسميها انتي اليس، وهحط هنا بوكس بلر. الفكره ان انا ما اخدش ايدجز او ما يطلعش عندي حاجه بنسميها الفاير فلايز، اللي هي تلاقي تحس ان هي فيها جليتر كده، حتت بتلمع وحتت مش بتلمع ده، فبدل ما نحطه احتياطي يعني تمام. ممكن حتى نحط البلر راديوس 1.2 وهتبقى كده وفت الغرض. لحد كده احنا واخدين كلين بيبل. فلو رحنا لديكي ورحنا هنا للتايتل وقلت له البامب ماب هتبقى البيبل، بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا سوفتنس هتقل خالص. دي بقى لو شينا الانتي اليس مش هتروح، لكن ليه الاسود؟ هنروح تاني لللير ستايل نورمال برسايز سايز افتكر كده. طب الاخ ده هيبقى زيرو، والهايت هيبقى مثلا 50
دي فايدتها ايه او دي جاية منين؟ بصراحة والله دي اول مرة تحصل. نطلع البلر. طيب ملهاش دعوة. انا اقول لكم فيه البروجكت ده الكالر ديبث بتاعه لازم يبقى عالي، فعلا لازم يبقى عالي. ف8 بت بريد شانل مش هتسمح انك انت تشتغل ديسبليس بالشكل المرضي من غير ايشوز. فلو احنا رحنا هنا خلينا ده 16، حتى ممكن تخليه 16 لو الجهاز تقل معاك قوي، ممكن تخليه 16 هتبقى كفايه، او 32 لو خليناه 16 وعملنا اوكي هنلاقي الايدج الايدج او الحاجه الرخمه اللي كانت ظاهره دي هنلاقيها راحت تمام، وافتكر كانت هتشتغل من غير مشاكل. طيب كده خدنا الكلين ستارت بتاعتنا. فاضل ان انا اقول له في اللايتنج مش عايز الافكت لايت، لكن انا عايز الافتر افكت لايت. بس طبعا كالعاده عشان نخلص من الباك جراوند دي قلنا احنا فايده دي الوحيده هي الالفا، فانا هروح هنا وقلنا افكت ست مات، وهنروح هنا واقوم قايل له خد اقطع الالفا شانل، وبكده نبقى احنا اشتغلنا على دي بس. طيب نروح ناخد لاير نيو لايت، هخلي ده بارلل لايت، يمكن اقلله شويتين لغايه ما اعرف ظروفي هتبقى ايه تمام، وناخد ده اورنج اكسنت ونعمل اوكي. طبعا بالمنظر ده مش هينفع، فهضغط بي عشان اجيب البوزيشن وهطلعه لفوق شويه وهاخده على اكس كده شويه وزد كده، ويمكن اطلعه كده شويتين واخده. تمام فانا كده هاخد الايدجز هايلايتس دي، ودي بصراحه اللي تهمني قوي الايدجز هايلايتس ده، كده هنسميه اللي هو رايت لايت. وما ننساش في لايت اوب اللي انا كاتبه ده رايت لايت، ما ننساش ان في لايت مهم قوي اللي هو الامبيانت، من غيره الافكت ده مش هيبقى مظبوط. هاخد ambient light نخليه 50% ونديله accent إلى حد ما بلو ودي saturated شوية ونعمل اوكي okay. تمام بالمنظر ده كده، ده هنسميه ال GI. بعد كده نروح لل layer new light تاني، ممكن ناخد ده point light عشان ناخد ال edges ونديله كلر معاكس وليكن بلو، نزود سنه اوكي و بي وهناخده على اكس كده انا عمال اضغط على الزرار بتاع الكابس لوك، انا اسف بدل شيفت، وهنشوف زد انا عايز اخده على ورا واخده كده شويه ايوه بالظبط عشان انور الايدجز واخد الهايلايتس الجميله دي اي اي، ويمكن نعلي ده شويه هنا تاني اي اي وهنعلي ده شويتين تلاتة أربعة تمام. كده مبدئيا احنا خدنا الإضاءة بتاعتنا تمام. يمكن الامبيانت الجي اي نعمل اي اي ونخلي ده 60% اعلى من كده، خلي بالك هيخلي الدنيا فلات. نروح بعد كده للتايتل، نروح نظبط الشيدنج بتاع اللوك، هنروح للشيدنج امبيانت هسيبه زي ما هو، الديفيوز التكتشر دي القلب بتاعها هو الكام واحده دول، الديفيوز هتقل شويه، الروفنس
هتزيد، لان ده ما بيبقاش المفروض ما بقاش شايني كده، لا يبقى رف، هتزيد. سبيكولر يهدى شويه، لو زاد هتتحول لميتال، لكن انا عايز اهديه شويتين بالشكل ده كده. امبيانت هيعلي الاوفرال لايتنس، فهنعليه شويه كده. احنا ظبطنا دي ككلين تكتشر. طيب عايزين نحط الدنس اللي على الايدجز. الدنس اللي على الايدجز هتتحط عن طريق الفراكتال نويز، وبالمناسبه مش شرط فراكتال نويز، يعني انت ممكن تجيب اي جرانج تكتشر من جوجل، اكتب جرانج تكتشر بس هتلاقي كتير جدا، بس هاتهم لازم يبقوا ابيض واسود، يعني اقلبهم على فوتوشوب ابيض واسود وهاتهم هنا. بس يمكن ميزه النويز ان هو بروسيدورال، انك انت تقدر تتحكم في الجري سكيل فاليوز، سواء البلاكس الجريز الوايت، دي حلاوه الافكت. اما كانك ترتبط بالافكت ده يبقى هو لازم فراكتال نويز، لا مش لازم فراكتال نويز. هعمل كنترول واي وهسمي دي اوتر وورن ايدجز، وهحط فراكتال نويز طبعا تبقى فوق الانتي الياس، تمام. وهناخد اي حاجه، يمكن ماكس تنفع، روكي تنفع، كلاودي برضو تنفع، خلاص. فجرب لحد ما تلاقي سب سكيل. دي حلوه على فكره، حلوه جدا كمان، بس تنفع للدنس اللي جوه مش للايدجز. انا عايز الايدجز يكون فيها فلو شويه كده، ما تبقاش قريبه من بعضها، فهاخد حاجه تكون بعيده عن بعضها. سترينجز ما تنفعش خالص، ستريتس برضو ما تنفعش. فخلينا في ماكس، تمام. و هنروح نعملها اد F4، وهنعمل دي اد اهو. هو ده اللي هيبان هناك، يعني لو احنا رحنا للدي كي ده هيبان هناك، تمام. طبعا واحد يقول لي هي دي باينه ليه؟ باينه عشان انا ظهرت دي، فهنقفل دي كده كده. احنا مش عايزين لا الالفا ولا البيفل هيبانوا، خلاص. فماكس هي اللي عملت لي ده. ممكن نقفل ده كده او نفتح ده كده في فيور جديد. تعالوا نضغط هنا على العنوان وناخد نيو كومب فيور، تمام. يبقى كده احنا هنا شغالين على ده، هنلوك ده كده، يبقى ده ثبتناه على دي، ونرجع لده ونغير ده هنا ونقوم قافلينه على ده. يبقى احنا كده بنشتغل على كل واحد لوحده، وهنشتغل هنا ونشوف هنا. نيجي للاخ ده، وكل الحكايه ممكن لو قللت البرايتنس، فانا بقرب الايدجز من بعضها زي ما احنا شايفين كده، خلاص. لو زودت البرايتنس بتبقى بالمنظر. طبعا الكونتراست بتعمل هارد ايدجز زي ما احنا شايفين. اقدر طبعا في الكومبلكستي، لو زودت الكومبلكستي، بس مش في حاجه ان انا ازود الكومبلكستي في الاوتر ايدجز على فكره. الترانسفورم في السكيل، لو انا قللت سكيل هيبقى بالشكل ده، بس مش ظريف قوي انه يبقى كده، فهخليه بالمنظر ده. بالنسبه لي دي لو عملت انفرت هاخد افكت مختلف تماما، خلاص بالشكل ده كده. حلو قوي، تمام. خلصنا كده من الاوتر ايدجز. طيب انا عايز كمان فوق الاوتر ايدجز، عايز احط دنس، عايز احط تكسير هنا كده. قبل ما نحط التكسير ده، انا عايز يبقى فيه انر بيفل، يعني تبقى جايه كده وبعدين محفوره على جوه. فدي لو احنا خدنا الكراك اللي تحت دي كنترول دي وطلعنا فوق عشان نشوف بس شكلها، نلاقي شكلها بالمنظر ده كده. لو حطينا الانفرت، لو جينا عملنا كده هنلاقيها بالمنظر ده، وهنحط بوكس بلر او فاست بلر اللي يعجبك، تمام، بحيث يعني نخلي فيه اتريشن لجوه بالشكل ده كده.
ونسيب دي، هنلاقي بالمنظر ده، هنلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا لو زودنا الاتريشن فانا باخد الافكت لجوه اكتر، كاني بحفر لجوه اكتر. فانا هضغط بي بي اي، هضغط تي عشان اجيب الاوباستي، وهخف الاوباستي سنه اهو بالظبط. هو ده اللي انا بتكلم عليه، يعني حاجه خفيفه قوي بس يعني بنت حلال ظريفه، مش هتقول لا، هتدي بعد شويه ليه الافكت بتاعنا. طبعا ما مش هتيجي دي، مش هتبقى كده يعني، مش هتبقى مالتي بلاي. هقول نورمال، ودي هسميها انر بيفل، وخلصنا من ده. تمام، ده انا كده مش عايز منه، مش عايز منه حاجه. بس ممكن على فكره ان انا احط كيرفز واتحكم في النحته بتاعه، بس طبعا لو ضغطنا تي وزودنا ده كده عشان تشوفوها، لو عملنا كده او قللنا لتحت مش هيجي. ليه؟ عشان هو اساسا ما فيهوش ار جي بي، لكن هو فيه الفا. لو عملنا كده هقدر اتحكم في العمق، في العمق بتاعه. ده لو انا، ده لو انا، لو انا حابب ان انا اعمل نحت زي كده، وبعد كده اخلي الاوباستي مثلا تكون 20. ده حاجه اكسترا لو انت عايز تعملها يعني. بعد كده نحط الاندنتيشنز اللي جوه، هنعمل كنترول واي، ودي هنسميها انر اندنتس. بصوا فكروا في الموضوع كديسبليسمنت، هو الدنيا كلها او الكونسبت كله بتاع التوتوريال ده عن الديسبليسمنت. من الاخر الابيض فوق والاسود تحت، هو ده ده دنيته كلها. فانت اقعد لاير بقى اللايرز فوق بعضها، وشكل زي ما انت عايز، كل ما هتحط حاجه هتتحفر الناحية التانية. هنيجي هنا نحط فراكتال نويز اهو زي ما احنا شايفين، حتى زي ما قلت مش شرط يبقى فراكتال نويز، وهوريكوا دلوقتي. وهنعمل تي اوباستي، والاوباستي هنا هتكون حاجة بسيطة لان انا مش عايز كل ده يبقى اندنت، هنقول له 40 مثلا. وممكن اقول له انفرت لو انا حابب. هروح لبيزك هخليه روكي زي ما قلت، اظرف بكتير جدا. البرايتنس لو زودتها، اولا ده البلند مود بتاعها هيبقى مالتي بلاي لاني عايز الاسود بس، هلاقي الاسود هنا كده. لو قللت البرايتنس هلاقي الاسود هيزيد، لو زودت الكونتراست هيبقى بالمنظر ده. فانا عايز اقلل البرايتنس، مش عايز برايتنس قوي، والكونتراست برضو تقل شويه. كومبلكستي لو زودت الكومبلكستي هاخد حجاره بالمنظر ده كده. فانا عايز اقلل البرايتنس على قد ما اقدر، كونتراست بالمنظر ده. لو انت عايز تاخد بصراحه جميله يعني، حاجه حلوه. لو انت عايز روكي لا، لو انت عايز بيزك برضو زي ما تحب. كومبلكستي هخليها بقى 5 لان هتبقى تقيلة قوي، وهخف الكونتراست شوية، والإضاءة هزودها شويتين. تبقى بالمنظر ده كده. ممكن اروح لترانسفورم، او ممكن اروح بدل بيزك اروح لسب سكيل. انا قلت سب سكيل جميلة بصراحة، تدي شوية حاجات ظريفة. ممكن اكبر السكيل شوية تمام بالشكل ده. ممكن اخد لايتنس بالمنظر ده كده. ممكن اخلي ده وليكن 20 عشان ما تبقاش عالية قوي. السكيل ممكن اقلله لو انا عايز اخد حاجة بالمنظر ده كده. زي ما هتغير هنا على فكرة، تمام، هيتغير هيتغير معاك في الشيب اللي انت عايز تحفر. ك
كده خلصنا كمان من الـ inner indents. لو احنا قفلنا ده كده وجينا نشوف ده هنلاقيه بالمنظر ده. يبقى كده الاولاني بتاعنا ده اللي هو المين ديكاي ده كده خلاص انتهى. خلصنا من ده. تعالوا نحط الباك جراوند. هنروح لهنا وكرانش بيكتشر او ناخد روك جرانش وكنترول الت اف وهنسمي بي جي وكالعاده كيرفز عشان ناخد كونتراست وهنزل دي كده وناخد دي لتحت كده ومش عايز اسود. يعني حاجه بالشكل ده. طبعا اوريدي هنرفع البرايتنس بتاعت الافكت بتاعنا شويه بس كده. نيجي بعد كده ليه عايزين نعمل شادو عشان ناخد دبث. الشادو سهل قوي بس هناخد له الالفا، مش عايز منه غير بلر. فاعمل كنترول دي وهطلعها تحت دي وهسمي دي نارو شادو. ليه نارو شادو؟ لان انا هعمل شادو تقيل شويه وبعدين شادو خفيف شويه. هنعمل كده واقول له تنت. ليه بحط تنت؟ لان الـ هي عندي بالابيض. لو احنا جينا عملنا صولو حتى هي عندي ابيض، انا عايز اخليها اسود فخلي كلها اسود. ممكن تحط فيل حتى واديها اسود. بعد كده ممكن احط سي سي راديال بلر وبرضه هيبقى فيدنج زوم وهنزود الاماونت شويه. طبعا الاماونت مش باين لان المفروض انا اخد الواي واطلعها فوق خالص بالمنظر ده كده. هنلاقي ده بالمنظر ده. طبعا انا مش عايز ده يبقى كده، انا عايزه يبقى قريب قوي من الكلمه زي ما قلنا. ده هيبقى النارو النارو شادو. كواليتي ما تعلاش قوي لان هي كل الحكايه بتمنع الباندنج، يعني من اسود هو طبعا بيفيد من اسود لغايه ما يروح خالص. فالفيد ده لو الكواليتي دي قليله هتلاقيه مقطع، هتلاقيه قطعات كده. فالكواليتي دي بتقوم لحمه في بعضه، فانا مش محتاج ده لان هو مش باين عندي قوي. الحاجه الثانيه بفكر اخلي ده 32 بت، هيتقل شويه بس هيدي كلر ديبث افضل والنويز هيتقلب قلبه ثانيه زي ما احنا شايفين. حتى التبقي يعني تكاد تكون افكت مختلف تماما عن اللي احنا عايزينه يعني. نرجع هنا. انا قلت من الاول ان الكالر ديبث مهم جدا جدا في التيتوريال ده. خلاص نرجع للشادو. مش محتاج من ده حاجه تاني. كل الحكايه هدبلكيته بس كنترول دي وهيبقى ده هيبقى اللونج شادو. لونج شادو مش هعمل اي حاجه غير اني هطول ده بس كده تمام. وهخلي اكس تيجي يمين شويه عشان يبقى تبع اتجاه اللايت اللي ضارب من هنا ده. وبرده نفس الموضوع دي برضو دي كده شوية تمام. بالشكل اللي احنا عملنا هنا الشادو. بعد الشادو هنعمل الاكستروجن. الاكستروجن هندبليكيت بتاعت التايتل مش بتاعت الشادو. كنترول دي وناخد اللي تحت ودي هنسميها اكسترود ومش محتاجين فيها سي سي بلس. او خلينا نقفله وبعدين نشوف هنحتاجه ولا لا. سي سي راديال بلر كالعاده فيدنج زوم والمره دي نيجاتيف لان لو عملناها كده هيجي عندنا. انا عايز اخليها سالب 12 كويسه. دي بقى ممكن ازود الكواليتي هتفرق ما فرقتش مش فارقه يعني. تمام. قلنا كالعاده ورا ده هنحط مين كيرفس. ليه كيرفس؟ لان البلر دايما على الفا ولو انا عايز اعمل له بوست يبقى هعمل له بوست من الالفا
زي ما احنا، تمام؟ مش هاجي جنب اي حاجة من دول. ده هنسميه extrude alpha boost عشان نبقى عارفين ايه ليه. بعد كده احط curves تاني وهقفل ده شوية. ومش عارف سي سي جلاس احتاجه. تمام، بس هروح لسي سي جلاس و هغير الهايت، عايز يبقى ماشي مع اتجاهات اللايتس. تمام، و نقفل الداركنس بتاعته شوية. وافتكر كده ظريف، لو مش عايزه اقفله، بس لو هتقفله تفتح ده. تمام، خليه مفتوح، خليه مفتوح. و افتكر ده كده يبقى تمام. حلو، ده كده الاكستروجن. بعد الاكستروجن بقى عايزين نتكلم على الحاجات اللي اصلا التوتوريال لغايه كده. احنا تقريبا مكررين كل التوتوريال اللي فات حد كده، احنا ما بنتكلمش في حاجه جديده. الجديد بقى ان احنا نبدا نعمل المابس اللي هتتحكم في خروج العشب والتكسير من الاخ. في بس حاجه بسيطه، ان عايز الشادو يظبط مع البتاع اللي ورا ده، فهعمل اس وهسكيل دول شويه كده بحيث ان هي تظبط معاها بالشكل ده كده. مش عارف ليه انا حاسس ان انا عايز احط سوليد كومبوزيت بلاك، وعايز احطها قبل الراديال بلر. بلاش، هي الفكرة بس ان البتاعة دي اتقطعت من تحت، فده اللي انا مش عايزه. عم هي كده كده مش هتبان قوي، بس يعني ماشي، يا سهل نبقى نقطعها، نبقى نقطعها بماسك مش هتفرق. المهم نبدأ نعمل في الماب اللي هنعمل بيها الموس، او الـ مش عارف اقولها ازاي، اللي هي الطفيليات اللي كانت على البتاع نفسه اللي هو الكتابة نفسها. طيب دي هنعملها ازاي؟ انا عارف ان الموضوع فيه هنا كذا دوبليكيت، بس معلش لو يعني هنستحمل شويه مع بعض. فهاجي على الكراك تايب الفا وهعمل كنترول دي، بدايه جديده خالص اهي، ودي هسميها موس اف اكس. لو فتحنا دي هنلاقي جواها الكراك، هنلاقي جواها الكلمه. احنا مش عايزين حاجه من الكلمه، احنا عايزين نبني الافكت. بالمناسبه عايز اقول لكم على حاجه عشان تسهل الدنيا شويه. لو تفتكروا ان احنا لما جينا هنا حطينا كل الافلام دي حطيناها على تيكتشر، صح؟ ومن التيكتشر خدنا الديسبليسمنت. في الموس والكراكس والهير احنا هنعمل الانفايرمنت، هنعملها. يعني الخطوه اللي هتزيد انك انت هتعمل دي حاجه زي دي، هي دي اللي هتبقى في ال موس اف اكس. طبعا لو عملنا كده هنلاقي جواها التكست، فمش ده المطلوب. كنترول شيفت سي وهنسميها موس اف اكس كومب، دبل كليك
دبل كليك هنا نفتح دي ونرجع هنا تاني، انا مش عايز دي في حاجة. طب ما انت هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ونحط كنترول واي، ودي هنسميها ماوس. وفي افكت اسمه سيل باترن. على فكره سيل باترن من الافكتات المهضومه شويه في الافتر، يعني مش باين قوي. هنرفع الكونتراست، فكره ان احنا نعمل كور، وهنقلل السايز خالص 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 خالص، يعني بتاع حاجه يعني كده، يعني ما افتكر 4 كويس. طبعا لو زودنا الكونتراست يعني المهم يبقى فيه اسود وابيض. طيب بعد كده طبعا لو احنا جينا نبص هنلاقيهم منتظمين قوي، فهنحط تربيلنت ديسبليس، وهم اساسا صغيرين جدا، فلما دول صغيرين ما ينفعش ان يكون السايز بتاع الديسبليسمنت 100، فخليه مثلا زيهم على الاقل، يعني نفس يعني حاجه قريبه منها كده. دي ممكن نرفعها شويه، فنزود التربيلنت زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا السايز هنا نخليه مثلا بتاع 6 ولا حاجه، بحيث يبقى فيه يعني التربيلنس قادر ان هو يقرا ولا يشتغل على اي حاجه. ممكن نزود على فكره الكومبلكس بتاع التربيلنس عشان ما يبقاش فيه سموثنس زي ما احنا شايفين كده. فلو زودنا الكم اهو شايفين بيعمل ايه، وايه ده، انت ده من 1 لـ 2، فما تفتريش قوي في دي. تمام، حاجه بالمنظر ده كده. طب ازاي ده انا هخليه؟ ما انا مش عايزه كله كده، انا عايز حتت حتت لا، حتت حتت لا على طول. يبقى فراكتال نويز، اعتبر الفراكتال نويز في التوتوريال ده كله كماسك، اعتبره ماسك. هروح هنا ل السب سكيل، بحب السب سكيل، في شويه باتشز حلو قوي، ونرفع الكونتراست ونقلل دي شويه، ونيجي هنا واقول له مالتي بلاي. يبقى بالمنظر ده كده انا اقدر اتحكم في الاماكن اللي فيها الموس من عدمه بالمنظر ده كده. طبعا اقدر اكبر السكيل واصغر السكيل بتاع الفراكتال نويز، فاخد افتكر بقى خلاص اللعبه بقت واضحه. كومبلكسيتي مش محتاج كومبلكسيتي عاليه قوي. تمام، وبس على كده. ادي الماب، مش بس على كده عندي، بس دي الماب اللي هنشتغل عليه. بصوا كده بقى هنا، حلو. هاجي على المين تايتل دي كي اللي هو ده، وهعمل كنترول دي وهسمي ده مين تايتل، بس مش دي كي، اوبس، مين موس اف اكس، عشان ابقى عارف الافكت بتاعتي. بس الفكره بقى ان احنا هنيجي للجلاس هقول له في سيرفس، لا انت مش هتاخد من الكراك بفل تايب، لا انت هتاخدها من الموس اف اكس كوم. بصوا لو عملنا صوله دي، هو ده اللي انا بتكلم عليه. ده كده خلصنا من البلس. طيب الست مات زي ما هو بيفل الفا عشان افرغ الالفا، بس في نقطه ان انا عايز كمان اخد مات من الموس نفسه. ليه بقى؟ عشان عايز بعدين اخلي الجراس يطلع من الموس، واخلي الموس يبقى موجود جوه الكراكس، فالحركه دي عمرها ما هتنفع والموس بالمنظر ده كده. فلازم اروح للست مات ده وكنترول دي تاني، يبقى ده كده عندي الست مات الاولاني ده مفرغ لي الباك جراوند بس، اما الست مات التاني ده هيعمل لي لومينانس مات من الافكت ده نفسه. فهروح هنا واقوم قايل له لا، خد لي الموس اف اكس كومب. بالمنظر ده اصبح عندي، لو جينا عملنا كده، انا عامل لده سولو، هقفل شويه بس الكيرفز. تمام، الفا تشانل لا، ليه مش الفا؟ انا مش عايز الفا، كده كده الالفا خلاص انا خدتها من ده، من ده انا مش عايز الفا، انا عايز لومينانس. اظن وصلت الفكره. يبقى انا كده اقدر اخلي ده ماسك لاي حاجه تانية، اخرجه من وسطها. طب واحد يقول لي طب ما هو كده تمام، بس يعني سوفت شويه. جميل، بسيطه، مش انت عندك كيرفز ده خلاص، روح للالفا، احنا كده كده مستعين عشان بس نعمل برايتنس مش اكتر، روح للالفا وزق الالفا اهي، بقت كده جامده شويه. نيجي هنا مثلا نخليها نعمل تشوبينج للحته الرفع، بقت بالمنظر ده كده. لو رحنا، لو احنا قفلنا الكومب فيور، اسف، نفتح ده كده، هقفل الكومب فيور ده واروح للموس كومب واروح هنا. هو
مش الفراكتال نويز ده، لو احنا رفعنا البرايتنس هجيب، لو انا قللت البرايتنس هقلل، لو انا خليتها روكي وازود اقلل الكونتراست كمان هيقل شويه، لان انا واخد كونتراست اصلا من الالفا، فمش طالبه تبقى كونتراست من الالفا وكمان تبقى كونتراست من الماوس كده. افتكر كده الدنيا كويسه، وحتى لو بيزك كمان، والله بيزك احسن، مدي باتشز احسن. تمام. المهم نرجع هنا للدي كي. طب ده كده زي الفل، كده 100 100. لو فتحنا ده هلاقيها كده، بس متهيألي ان انا عايز اروح هنا و ازود البرايتنس شويه. تمام، بحيث الاقيها هنا كده، والكونتراست ازودها حبتين. طيب جميل، نلون. نروح هنا نكالر كوركت، خلينا نتكلم مور سبيسيفيك، اروح لار جي بي واروح لريد، وخليني اخد الريد لتحت شويه، والجرين ناخده لفوق سنه، ونقفله في الشادو شويه، والبلو ناخده لتحت سنه بسيطه، ويمكن الريد يعني تنت ريد مش هيقول لا. نيجي للار جي بي وناخد ده كده، و طب ما نشيل دي خالص ونروح للميدتون وناخدها لتحت كده. الحاجة الأهم من ده على فكرة الشيدنج بتاع السي سي جلاس. لو فتحنا سي سي جلاس وشيدنج هلاقي الأمبيانت عالي، فأنا هسحب الأمبيانت مش قوي. الديفيوز نفس القصة، أو خلي الأمبيانت على فكرة 100. الروفنس أو الميتالينس، الروفنس خلي الروفنس تقل شوية، لأن ده عايزه مور سبيكولر، والسبيكولرز ممكن نزودها سنة. تمام، أصبحت بالمنظر ده. عايز تزود الدنيا روح هنا وزود البرايتنس شوية، وممكن تسحب الكونتراست شويتين. ممكن تروح هنا ولو زودت الكونتراست دي أو قللت الكونتراست فأنت هتزود الماس، وافتكر كده احلى على فكره. تمام، ونروح للبرايتنس نسحبها شويه، وافتكر كده الدنيا اظرف. كاستمايزيشن بالهبل، ممكن ازود ده اطلع بيه قدام كده. الميتالينس لو انا قللتها، تعرفين الميتالينس لما بتقل اللي بيحصل؟ السبيكولرز بتبقى من اللايتس دي، وعلى فكره ده اللي انا محتاجه بقى في الروك، مش محتاجه في دي كمان. فانا دي هعلي الميتالينس، لكن هروح للمين تايتل واروح للسي سي جلاس للشيدنج واقفل الميتالينس دي. تمام، بس هنا السبيكولر عالي قوي، فانا ههدي السبيكولر بالشكل ده كده 16، افتكر كده اصرف. تمام، الروفنس برضو تقل حبه، لان الروفنس من الحاجات اللي بتلمع الدنيا شويتين، ودي تنزل شويه. الديفيوز ينزل حبة، والأمبيانت يعلى سنة زي الفل، 100 فل. تمام كده خلصنا من الموس كمان زي ما احنا شايفين. ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل ان احنا نعمل الكراكس ونعمل الجريس. خليها في جزء تاني لان كده طولت عليكم قوي، وانا عارف انا المحاضرة طويلة، بس في نقطة واحد يقول لي ده هو شرحها كلها مش عارف في 47 دقيقة. لو انا شرحت بنفس الريتم بتاعه انت مش هتفهم حاجة. الفكرة انا بقول لك ليه اتعمل عشان ايه وازاي وتقدر تحوره ازاي. فالفكرة ما تقيس الزمن، قيس انت فهمت ايه من هنا وفهمت ايه من هنا، على الاقل انت فهمت ده بيتعمل ليه وازاي، ممكن تستبدله بايه، والمشكلة اللي انت ممكن تقع فيها هي ايه، وتخلي بالك من ايه وما تخليش بالك من ايه. واشوفكم في الجزء اللي جاي ان شاء الله.